فالمرة راحت لطمة على وشها، في ايه؟ قالت له ده بنتي خلفته من ابوها. مسكت الارض الا نهار واعترف وقال الشيطان غواني، كنت بنام مع بنات الاثنين، والواد اللي بنتي شايلها عمره 14 ده ابني. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمة او مخالفة للقانون، لان الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيده، وان العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة القاهرة، بالتحديد من المعصرة عزبة الوالدة. ايه اللي حصل في عزبة الوالدة المعصرة محافظة القاهرة؟ جريمة تمت بقالها سنين، ما تمش اكتشافها غير من فترة بسيطة، ما تم ظهورها في الشكل العلن غير من 4 شهور. تخيلوا جريمة بقالها سنين بتتم، ما تمش اكتشافها غير من فترة بسيطة، ما تمش اعلانها غير من 4 اشهر. ازاي؟ زوج وزوجة وبنتين، البنتين عرايس، 15 سنة و14 سنة، البنتين 15 سنة و14 سنة، عايشين مع ابوهم وامهم. الام زي امهات كتيرة عايشة في الظل، ملهاش كلمة مع جوزها، يعني للأسف زوجها معيشها في رعب، في ضرب، في إهانة، في نوع من الحياة الغير مرغوب فيها. وكان الصبرة وسكتة تقول عندي بنتين عرايس، لما يتجوز وسطرهم هسيب الراجل ده. اللي حصل ان خالي الأولاد جاي يزور أخته اللي هي الزوجة وولادها، فوجئ ان البنت اللي عندها 15 سنة شايلة طفل بقاله 4 شهور، عمره 4 شهور. فبيقول لأخته: مين اللي بنتك شايلها دي؟ فالمرأة بتبكي، بيقول لها: مين ده؟ بنتك اللي عندها 15 سنة شايلة عيل بيرضع، مين ده؟ قالت له: بنتها؟ انت بتجوزي بنتك من غير ما تعزم اخوكي؟ ده انا خال العروس، ازاي تعملي كده؟ فين جوزك يا بنت؟ فالمرة راحت لطمة على وشها: في ايه؟ قالت له: ده بنتي خلفته من ابوها. خلفته من ابوها؟ جوزك اللي عمل في بنته كده؟ اي. البنت الصغيرة راحت ماسكة في خالها الحجن: يا خالي ده بيعمل معايا انا كمان، ابوكم بيعاشركم انتوا الاثنين، ده من سنين يا خال، ده بقوله فوق التلات اربع سنين، ده بيعمل معانا وانا عندي 12 سنه يا خال. والبنت الكبيره راحت معيطه ولطمه: ايوه كان بيخوفنا ويحط السكين ويقول هموتكم يا اولاد كذا، كان بيمارس معانا، وانا حصل حمل ومعرفش ابويا معرفش ينزله لي، فولدت في السر واديني برضع واديني اهو يا خال. طب انت عملت كده؟ سكت لا يا يا يا, يا امهم سكت لا، جت هددني، قال هذبحكم انتوا الثلاث. الخال اول ما سمع كده اتعفرت: طب ما اتصلتيش بيا ليه؟ طب ما قلتليش ليه؟ كنت خايف احسن تموتوا بعض. راح واخد البنتين وطلع على رئيس المباحث: يا فندم ادي بنتين اختي 15 و14، واحده حامل وولدت والتانيه الله اعلم حامل ولا لا، مين اللي عمل فيهم كده؟ ابوهم. فين امه؟ الخال قال: اختي كانت تعرف. رئيس المباحث: انت كنت عارفه ان جوزك اللي هو ابوهم بيعمل فيهم كده؟ قالت له: ايوه بقول له سنين بيعمل كده ومش قادر اتكلم، كان بيضربنا وبيهددنا يموتنا.
طب ما خدتيش ولادك وجيتي عندنا ليه؟ ما بلغتيش في جوزك ليه؟ جات مين اللي هيصرف علينا؟ احنا تلات ولاية. وبعد ما خلى البنتين كل واحدة منهم بقت ست دلوقتي، ما بقتش انيسة، اروح بيهم فين؟ مين هيصرف عليهم؟ مين هيتكفل بيهم؟ اهو قلت اهو بيوكلنا ويشربنا، ما قدرتش اتكلم. بسرعة توجهت قوة من الشرطة، مسكت الاب اللي انهار واعترف وقال الشيطان غواني، كنت بنام مع بنات الاتنين، والواد اللي بنتي شايلها عمره 14 ده ابني، وبنت الصغيرة ايوه انا اللي عملت معاها كده. اعترافات تفصيلية من الاب ان عاشت بناته الاتنين، منهم بنت ولدت والجنين او الواد على كتفها دلوقتي على دراعها عمره 4 شهور، والام تقول انا كنت مغلوبة على امري، كنت هعمل ايه؟ يعني انت بنتك حصل يعني انت كنت عارفة ان بيعاشر بناتك الاتنين اللي هم بناته، وكنت عارفة ان في بنت حامل في شهر في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة في ستة في سبعة في تمانية في تسعة، وسكتي وجبتي ولدت بنتك ورجعتها البيت من غير ما حد يعرف، والبنت بقالها شايلة ابنها بقاله 4 شهور كله ده وانت خايفة يا امها؟ والاب في اعترافاته قال انا كنت بعمل كده بعلم امهم، وامهم كانت عارفه، وامهم كانت بتشوفني وانا بشيل البنت وبدخلها الاوضه عندي، وكانت تبقى عارفه ونايمه بره. طيب هنا المجرم بقى الاكثر اجراما، الاب ولا الام؟ لا الام. الاب مجرم خلاص، لكن اللي اكثر اجرام الام. القطه بتاخد ولادها وتهرب بيهم تنط على السطوح، وانت عملت ايه؟ انت كنت بتشوفي جوزك بياخد بنته ويدخل بها الاوضه وبتقعدي تنامي بره لغايه ما يخلص وتطلع البنت على اوضتها، كنت ساكته ليه؟ وكنت شفتيه بيعمل مع بنته الصغيره كده، طب كنت ساكته ليه؟ طب البنتين خايفين ومرعوبين من ابوهم، عيال صغيره 15 و14 ولا 15 و13، انت يا امهم كنت ساكته ليه؟ ساكته لغايه ما بنتك تحبل وتولد وابنها على كتفها 4 شهور، ولما ان اخوك جه يزورك لما انك حكيتي له، ده لو الاب ده خد اعدام انت المفروض تتعدي من مرتين يا امهم، تقولك غلبانه ومكسوره كنت هروح فين؟ اكتبوها انتوا في التعليقات من وجهه نظركم، مين اكثر اجراما الام ولا الاب؟ طب البنتين، البنت اللي عندها 15 سنه هي صغيره مش كانت قادره تصرخ وتطلع تزعق في الشارع؟ يا ترى نلوم مين؟ لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.